الفكره فكره صناعات الحياه اللي احنا اخذنا على عاتقنا، يعني لجان احياء من كل حاره اخذنا اخت هي المركزه للحي الحاره. طبعا احنا معروف انه احنا اربع حارات، جبرين، محاميد، غبري، محاجنه. عندنا مندوبه لكل حاره، عندنا لجنه لكل حاره، لجان الاحياء في ام الفحم ضمن مشروع صناعات الحياه. احنا عندنا عده مشاريع خلال السنه، عندنا مشروع الطبق الخيري اللي بيكون قبل رمضان، طبعا هذا بيكون ريعه للطبق الخيري اللي بنوزعه في رمضان. وهذا المشروع اللي هو يعني احنا بنجمع الملابس وبنوزعها وبنرتبها، شيء بنبيعه وشيء من يعني باقل سعر حسب احتياجات الناس. وطبعا اللي يباع زي ما حكينا هو طبعا يعني لخدمه طلابنا الجامعيين وطلاب المدارس باذن الله. فكره البازار الخيري اجت من المشروع، من فكره الناس الفقراء والبسطاء اللي ما عندهمش بامكانهم انهم يشتروا اشياء ثقيله واشياء غاليه وحتى مستلزمات البيت البسيطه يعني والاشياء اللي احنا بنتطلبها. فمن هون اجت الفكره انه احنا نعمل بازار عام شامل لكل الفئات على اساس انه يقدر يشتري، كل انسان يقدر يشارك ويشتري. في ناس بتشارك وبتشتري وفي ناس بتدعم طبعا، حتى بتجيب من عندها اغراض وبتدعم وبتبتكى طبعا اغراض نظيفه ومش مستعمله، واحنا هون عندنا بنظبطها وبنرتبها وبنبيعها برضه بسعر زهيد. بازار الخيري احنا كمشروع عملناه للايتام والبيوت المستوره وطلاب العلم. فاحنا عملناه على مستوى لجميع الفئات، يعني للطلاب، للكبار، للصغار، لكل الفئات، للنساء، للرجال، لكل واحد محتاج عملنا هاي البازار الخيري. من ملابس مستعملة، من ملابس جديدة، من كتب مدرسية وقرطاسيات، دعم لكل الطلاب وكل المحتاجين. ورايعة طبعا احنا بكون يعني السنة، كل سنة بنحدد المشروع. السنة ان شاء الله بده يكون مشروع الكتب المدرسية والحقيبة المدرسية وطلاب الجامعة، دعم للطلاب المحتاجين او اللي في حالة ضعف، يعني انهم يقوموا بتسديد الاقساط الجامعية. هاي احنا مجموعة نساء قمنا على هذا العمل، يعني جمع التبرعات من الناس ومنفركها للناس البيوت المسطورة مثلا اللي بحاجة، كل واحد بحاجة لشيء تعرف العنوان بتتوجه لنا واللي بنقدر احنا بنقدمه. كل سنة مثلا قبل افتتاح المدرسة بنعمل هذا المشروع، وقبل العيد والناس كلها بتتوجه لنا. يعني اذا في مجموعه ناس انها بتاخذ انه البازار يعني انه للناس الفقراء، لا بالعكس، لكل الفئات. احنا عندنا بضاعه محترمه وكلها جديده، يعني واللي بيجي هون باخذ بضاعه وبيطلع من عندنا مبسوط. طبعا احنا يعني بدنا نستشعر انه في قاعده بتتكون عندنا في مجتمعنا، بتتكون عندنا طبقه اللي هي يعني تعتبر يعني حياه اللي هي فيها حياه رفاهيه، حياه يعني حياه ما شاء الله عنها غنيه. وبدا يظهر عندنا طبقه اللي هي الطبقه اللي انا بسميها يعني معدومه. يعني في عندنا ظروف وفي عندنا اسباب طبعا يعني اللي هي يعني ادت الى وجود هي الطبقه اللي هي طبقه اللي وضعها متدني اقتصاديا. طبعا يعني هنا اخواتي يعني بناتنا من ام الفحم اللي تزوجن مع شباب من الضفه الغربيه، وهن موجودات عندنا بدفعن ايجار. يعني طبعا يعني دخل ازواجهم قليل جدا، في منهم مش بيقدرش يشتغلوا، وفي منهم اللي يعني 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 يا دوب انه بدهم يخرجوا على الضفه وصعب انهم يرجعوا بسبب الضغوطات السياسيه اللي بتصير. فاحنا يعني اضطرينا انه نكون بهذا المشروع حتى احنا نقدر نقلص هاي الفجوه اللي بين الطبقه اللي هي الطبقه المبسوطه والطبقه اللي هي يعني وضعها متدني وهي بحاجه الى دعم منا حتى نقلل هذه الفجوه. يعني هذا احد الاسباب واحد الاهداف انه نقلل الفجوه بين الطبقتين الاجتماعيتين في بلدنا ان شاء الله. من المحلات اكثر، المحلات في ناس اصحاب خير واهل خير اللي هم مثلا عندهم شغلات يعني بيعطونا اياها بنبيعها بنص السعر او اقل من نص السعر، الاشياء رمزيه على اساس انها الناس تقدر تعطي او تاخذ هاي الاشياء لهم. في ناس ما عندهمش يعني القدرات يعني اللي مبالغ عاليه الاشي انهم باخذوها بهاي الاشياء الرمزيه. هي احنا مثلا احنا هاي مجموعات تقريبا كلهم تبرعات، بس في هناك مجموعات اللي هي بتجيب من محلاتها وبتبيع. احنا بالتالي يعني اللي بنجمعه من هذا البازار نشتري كتب مدرسيه، شنتات، اواعي، حسب بنعنى اي واحد بده اواعي للعيد يجي ياخذ.
وبسعر اللي هو بحب يدفعه يعني على قدر إمكانياته. الأشياء اللي إحنا بنقوم بها هي لكل العائلة، أدوات منزلية، ملابس للأطفال، حتى للرجال، أحذية، ألعاب للأولاد، كتب، كل إشي عندنا متواجد، كل إشي بنقدر نجيبه إحنا بنجيبه. إحنا شفنا نقول لك إنه أهل أم الفحم أهل الجود، المحلات في أم الفحم كريمة وما شاء الله عنهم، يعني بيعطوا بكل سخاء، يعني سبحان الله، يعني برمضان كداش كان في سخاء في أم الفحم، وبعد يعني بعدنا مش قاطعين كثير الشوط من رمضان، وبدينا نتوجه برضه لاصحاب المحلات، لقينا سخاء اكثر. فانا بقول ام الفحم ام النور ان شاء الله بتضلها بهذا المستوى. انا بقول عنها هي قلب فلسطين ان شاء الله، يعني ان شاء الله هي يعني تكون ام الفحم هي قلب فلسطين، اللي من خلالها يعني ان شاء الله كل هالاعمال بتخرج لكل فلسطين، وتبقى هاي الاعمال وهاي المشاريع تبقى نواة لانطلاقة مشاريع إن شاء الله في الضفة الغربية، يعني ما شاء الله في محلات وفي تجارة. فنسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يوفقهم إنهم يقوموا بمثل هذه المشاريع، يعني يقلدوا أم الفحم. فإحنا العنوان للخير، عنوان للعطاء يعني في كل بلادنا، وإن شاء الله من الأشياء بنتكل يعني برضو يعني للمجتمعات الثانية إنه تحذو حذو أم الفحم في هذه الأعمال الخيرية. وبحب أوجه رسالة لكل النساء يتبرعين، يقدمين، ويجين يتطوعين يشتغلين، يساعدنا على هذا العمل، لأنه إحنا يعني تقريباً في عنا شوية صعوبة بهذا الشغل. أنا بنصح كل النساء اللي معها واللي معهاش تيجي تتفرج، الإشي عن جد بجنن ومش رايحة تخسر، يعني لو أخذته إشي للدار ومعهاش قدرات مثلاً تأخذ هدايا، عنا أشياء تكومة تبعت 60 و70 شاكل منبيعهن ب10 شاكل، يعني أشياء رمزية اللي عن جد بنصح كل واحدة تيجي تأخذ. من الثياب، البلايز، البدل اللي ببيعوهن ب120، احنا ب20 شيكل قاعدين نبيعهن. تقومة ثياب للبنات يعني للنساء لجميع الاعمار، الكل يجي يتوجه ويجي يتفرج، حتى لو تفرج بدوش ياخذ، اما الاشي بجنن يعني. انا بنصح كل واحدة تيجي توخذ. ان شاء الله احنا طموحنا نسعى انه نلقى يعني مشاريع اللي اكثر فيها دخل، واكثر فيها يعني نشغل النساء بشكل اكبر. فاحنا ان شاء الله بنبدا بالبسيط، وان شاء الله احنا تقل الفجوه، النساء ببطلن يحتاجن، يعني نوجهن للشغل، نوجهن له، واحنا يعني كثير بنفكر انه اي مشروع ممكن نشغل النساء في مجتمعنا. فان شاء الله طموحنا انه يعني يكون عندنا هاي المشاريع اللي نشغل فيها من خلالها النساء، واذا حطينا هدف ان شاء الله بنوصل له، اكيد رايحين نوصل له.